قولهم ينسبونه حديثا: عرضت علي أعمال أمتي فوجدت منها المقبول والمردود إلا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ويستدل به بعض طلاب العلم أحيانا وينظمونه شعرا: كل أعمالنا ما بين القبول والرد إلا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام غير صحيح. يعني إذا إنسان في قلبه والعياذ بالله مرض من المنافقين صلى على رسول الله فقبل الله منه وهو في قلبه يكذب، إيش هذا الكلام؟ إيش هذا الكلام والافتراء؟ وسبحان الله، بعض الإخوة من سلامة صدورهم، يعني قلت لكم في بداية دروس الأحاديث الموضوعة أن بعض الناس من قديم، ذكرت لكم في البداية هذا، من قديم يروون أحاديث موضوعة بسلامة صدر، وقيل لهم كيف تكذبون؟ قالوا لا، نحن نكذب له للإسلام لا ضد الإسلام. فبعض الشيوخ والعياذ بالله أصلحهم الله وهداهم، لا أدري ماذا أقول، من جهلهم، من تقصيرهم، من عدم مراجعتهم، وبعض الناس أيضا قلبهم سليم فيسمع شيئا فيه ذكر الحبيب، يعرف فيه ذكر سيد الرسل الكرام صلى الله عليه وسلم، لكن ما قاله كيف تنسبه إليه؟ سبحان الله. فهذا أيضا ينبغي أن ينتبه إليه.